سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. من بدأته؟ بص يا ابني ده باقي كام؟ باقي ربع ساعة وعشر دقايق نقدر ننجز حتى نقرا حتى سطر فيه. فاكر انا باقي ثلاث اربع دقايق لقيتها لسه عشرة او اكتر. خمسة ولا عشرة؟ هتقعد ترغوا لحد ما تأذن. يلا يلا فاتح عن سيدنا الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه وأولياء الله تعالى الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وأهل العلم وطلبة العلم كل إيه له منا الفاتحة والوالدين والوالديكم أموات وأموات المسلمين فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد كنا مع حضراتكم في دروس شرح السنوسية الكبرى بحاشية الشيخ الحامدي رضي الله تعالى عن الجميع وغفر لنا ولهم. كنا نتكلم في اللي كان أول الدرس أو أول المجال، فأما الأول يرجع إلى صفحة كام؟ كام؟ لا 46. اللي عارف يتكلم ما عارفش يسكت عشان يلخبط. ماشي. فبيقول هنا ايه؟ واحتج بعضهم ممن يميل الى صحة القول بالتقليد بل ويرى رجحانه على درجة الاجتهاد والنظر في علم التوحيد بأوجه. يعني هذه هي حجج القائلين بصحة التقليد، بل بالغ بعضهم أو ادعى بعضهم أن التقليد أرجح من إيه؟ أن التقليد أرجح من الاجتهاد وأنه أحسن أو أفضل. احتجوا به بأوجه، أحدها أن نطلع أن أبا بكر وعمر وسائر الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الإيه؟ الجوهر والأرض. الثاني ما حكي عن بعض السلف، القول المأثور عن بعض السلف هو عليكم به بدين العجائز، وحكي كذلك عن الفخر الرازي عند موته قال اللهم إيمان العجائز. الثالث أن نجد بعض المقلدين أقوى إيمانا وأرسخ اعتقادا ممن نظر في علم التوحيد. وقلنا هذا من باب المصادرة على المطلوب. يبقى إذن عندما قال هنا فأما الأول يقصد به الأول الصحابة الوجه الأول من الوجوه التي احتج بها من رأى أو من مال إلى صحة القول بالتقليد. الوجه الأول ذكر قبل ذلك اللي هو إيه؟ أنه سيدنا أبو بكر وعمر بل وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماتوا ولم يعرفوا به الجوهر والعرض
وكذلك لم يعرفوا مثلا الواجب والمستحيل، المصطلحات الكلامية. فأما الأول وهو قوله، وهو قوله اللي هو قول مين؟ وهو قوله قول من مال إلى صحة القول بالتقليد. مات أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ولم يعرفا الجوهر والعرب، وكذلك سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالشيخ بيقول كده، يقول فأنا أعجب أن يذكر مثل هذا دليلا على التقليد من له أدنى تمييز. يعني قال كيف يكون هذا الدليل على إيه؟ على التقليد. وماذا قصد بالكلام الذي قيل؟ يقولون دي عبارة عن أنفاظ مصطلح اصطلاحية لا تأثير لها في الإيه؟ في المدلول. وذلك قال فأي مدخل للألفاظ المصطلح عليها في شيء من أدلة العقائد. يعني أدلة العقائد كانت موجودة عند السلف وهم أعلم الناس بها، ولكن الألفاظ المصطلح عليها التي دونت فيما بعد لا دخل لها به بأدلة العقائد، حتى يلزم من الجهل بشيء منها الجهل بشيء من الأدلة. فهم كانوا على علم بالأدلة، وإن لم يكونوا على علم بهذه الألفاظ التي استحدثت ولا مشاحة في الاصطلاح. وما أشبه هذا، يعني اللي يقول هذا، بقول من يقول إن الصحابة، يعني الكلام ده مؤداه يعتبر كلام فارغ لأنه نتيجته واحدة. في بعض الناس يقول لك يا أخي مدامة الصحابة ما يعرفوش الألفاظ دي يبقى إذن يحرم النظر في هذا. طب هل العلم هو عبارة عن الألفاظ والمصطلح عليها فقط، ولا هو عبارة عن أدلة؟ فإذا وجدت الأدلة سواء الإجمالية أو التفصيلية ولم نضع لها مصطلحات، هذا لا تأثير له في الموضوع، عشان نتمسك به بالألفاظ ونترك القضية الأساسية الدليل الذي صيغت هذه المصطلحات ووضعت بسببه. يعني يشبه هذا القول قول من يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تجهل المقصود من علم العربية. ليه؟ يعني هل يمكن أن ندعي هذه الدعوة كما ادعيت الدعوة التي قبلها؟ واحد يقول لك الصحابة مش يعرفوا ولا حاجة في النحو ولا في الصرف ولا في البلاغة ولا في العروض. ليه؟ لأنهم آتوا ولم يعرفوا حقيقة الفاعل ولا المفعول ولا الحال ولا التمييز المصطلح عليها عند علماء العربية، أو كانوا يجهلون المقصود من فن البلاغة لأنهم كانوا يجهلون ألفاظا فيها، يعني في علم البلاغة أحدثها من بعدهم اصطلاحا. يبقى إذن ممكن في هذه الحالة ندعي أن الصحابة ما كانوش عارفين حاجة خالص، لا أصول فقه ولا لغة ولا بلاغة ولا منطق. ده منطق من باب أولى بعدين، ولا حتى علم مصطلح، ده اسمه مصطلحات، مصطلح يعني معناه ألفاظ اصطلاحية، لكن التوثيق نفسه وأنه ده كذاب وده مثلا يؤخذ عنه أو يترك حديثه ده كان معروف عندهم، بدليل النبي قال من كذب عليه، يعني في كذابين وفي وضعين. فكانوا على علم بهذه الأدلة وهذه الأمور، لكن لم يكونوا على علم بالمصطلحات لأنها استحدثت بعدهم، وكانت ألسنتهم سليمة في العربية وفي الإعراب، ولم بل كانت أقوالهم تنزل بمنزلة الشواهد حجج، يعني يجيبوها شاهد الأحاديث النبوية وأقوال هؤلاء، فكأن هي بتعتبر أقوالهم حجة في العربية. فكيف يقال إنهم ليسوا على علم باللغة العربية لأنهم كانوا يجهلون ألفاظا فيها أحدثها من بعدهم؟ قلنا الإحداث ده مش في العلم، العلم نفسه له أصوله وله قواعده، إنما الجديد زي مثلا تقسيم أبواب النحو كذا إلى آخره، المنظومات اللي ألفت فيه
وضع مصطلحات جديدة عشان نعرف بها كذا، والعطف ذو بيان ونسق وكذا، والإضافة هي دي الجديدة. إنما كون المضاف إليه مجرور ده منذ خلق الله السماوات والأرض، كونه من وعلى وإن إلى ده حروف جر، ما هي حروف جر، لم يحدث هذا في النحو يعني من قبل أن يخلق، المعروف أنه ده جر وده مجرور، واضح؟ يبقى إذن المصطلحات لا شأن لها بالإيه؟ بالأدلة وقواعد العلوم، فمن يجهلها لا يقال إنه جاهل بالعلم. المقصود من علم العربية يعني لا يمكن ادعاء أنهم كانوا يجهلون المقصود من علم العربية، لأنهم ماتوا ولم يعرفوا حقيقة الفاعل، يعني الحقيقة عن المصطلح يعني، ولا المفعول ولا الحال ولا التمييز، المصطلح يعني بالمعاني أو بالألفاظ التي اصطلح عليها، زي مثلا الحال وصف فضلة منتصب الكلام ده ما عرفوش، لكن يعرفون ايه انه جاء محمد راكبا انه ده حال، انما بالمعنى او بالمعنى الاصطلاحي اللي هو اصطلح عليه هذا هو الذي كانوا لا يعرفونه. انما كونهم كانوا علماء في العربية واساطين في اللغة وكانوا أساتذة البلاغة والفصاحة، فهذا لا يماري فيه عاقلة، كل ذا إيه مسلم به. ولذلك مثلا ما يعني ما بلغ أئمة اللغة مثل سبوية وابن مالك والجماعة دول الكبار ما وصل ما بلغوا إيه عشر معشار ما إيه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فصاحة وبلاغة وفهم عقلي، لأنهم إيه اصطفاهم الله تعالى واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يجهلون ألفاظا فيها يعني في العربية أحدثها من بعدهم، يعني من جاء من بعدهم اصطلاحا. وهل هذه الأقوال تصدر من عاقل؟ يعني قلنا إن هذه الأقوال لا يمكن صدورها من إنسان عاقل يطمئن إليه في عقله، لأنه لو كان يعقل لا يقول هذا الكلام، ما دخل الألفاظ اللي هي المصطلح عليها بالمعاني والقواعد العلمية. يعني هل يمكن أن نقول مثلاً ان الصحابه ما كانوش يعرفوا اصول الفقه عشان لم يقرأوا متن الورقات، ولا مثلا هل يمكن ان يقال هذا، او كتاب تاسيس النظر، او مثلا كتاب كذا او كذا، ما كانوش يعرفوا القران عشان ما مش على حصانه. وممكن عليك ممكن يدعى انهم لا يعرفون القران لانهم لم يقرأوا بروايه حفص، مع ان الروايات كلها ذيها سواء كان حفص أو شعبة أو نافع براويه أو جميع القراءات ما أخذت إلا عنهم، ولولاهم كيف تسند القراءة، كيف ترفع القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيقول وهل هذه الأقوال تصدر من عاقل، وإنما يعني بس بيدندن بها وتشدق بها كثير من الإيه من الجهال أو أدعياء العلم أو الذين تصدوا لأماكن في الجامعات وغير ذلك. في ناس بتقول الكلام ده وأنا سمعته، وإنما يصح له الاستدلال. متى يصح له الاستدلال؟ لو ثبت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في العقائد وفي التوحيد كانوا مقلدين، يعني ما كانش عندهم معرفة، يعني ماتوا ولم يعرفوا الله إلا بمجرد التقليد، وأعرضوا عن النظر الذي حض الله تعالى عليه في آي من كتابه، وأن أدلة العقائد التي لا تحصى كثرة في القرآن كانت تمر عليهم ولا يفهمون وجه دلالتها،
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيه؟ هل هذا كان شأن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم؟ ده يبقى معنى كده اللي حافظ الجوهرة أو مثلا قرأ الخريدة لسيدنا الإمام الدردير أو اللي حافظ متن في العقائد يبقى أعلم من هؤلاء. هذه دعوة إيه؟ باطلة. يلا مولانا بن الحاشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله فأما الأول أي وأما بيان فساد الدليل الأول أي بعضه والبعض الآخر سيأتي بيان فساده عند قوله ولهذا المعنى أشار أبو بكر بن فورة. قوله ولم يعرف في صفحة 65 و66 مش كده؟ احنا في صفحة 65. طيب ماشي. عندي أما بيان فساد الدليل الأول. نعم. هو حيبين فساد بعض الإيه الدليل. أما البعض أن الدليل مركب. والبعض الآخر سيأتي بيان فساده عند قولي ولهذا المعنى أشار أبو بكر ابن فور. فين ولهذا المعنى؟ صفحة كام؟ صفحة 72 76 في الصدر السابع. ولهذا المعنى أشار أبو بكر ابن فور بقوله لو لم يدخل الجنة إلا من عرف الجوهر العربي. يبقى احنا نكتب كده فيها كده سيأتي بيانه بقصاد كام؟ 72 بس. وسهل عندما نوصل 72 نبحث عن السطر. نعم. بدل ما نكتب السطر ونكتب كذا مش عاوزين نخلي نفسنا كمبيوتر يعني نبحث شوية. قوله ولم يعرف الجوهر والعرب أي بمعناهما المصطلح عليه عند المتكلمين أن الأول ما قام يعني بذاته يعني هم يعرفون حقيقة الجوهر والعرض المعنى يعني الفحوى أو المضمون زي ما واحد تقول له بلاش الألفاظ والمصطلحات ما هو المضمون بهذا كانوا يعرفون مضمون إيه معنى الجوهر إيه معنى لكن لا يعرفونه بإيه بالألفاظ الجديدة المصطلحة به. قوله لم يعرف الجوهر والعرب أي بمعناهما المصطلح عليه عند المتكلمين من أن الأول ما قام بذاته والثاني ما قام بغيره يعني بالمعنى ده ما يعرفونه إنما حقيقة ومفهوم الجوهر معروفة. وإلا فالجوهر لغة الشيء النفيس يعني ليه قال فالجوهر لغة يعني الجوهر في الاصطلاح اللي هو بتاع المتكلمين ليس هو المعنى اللغوي لأن المعنى اللغوي للجوهر هو الشيء النفيس. نعم. يقول لك يا أخي أنت معك يا أخي معك جواهر يعني معك إيه مش معك جواهر يعني ما معكش أعراض معك جواهر لأنه إذا كان معك جواهر فلا بد من الأعراض لأنها ملازمة لها. نعم. فهنيئا لك إذا كان عندك جواهر معك أعراضها لأن الجوهر لا يخلو عن إيه ولو كان معك أعراض يبقى أيضا مع أنها ملازمة لا تقوم بنفسها يبقى إذن المعنى اللغوي الشيء النفيس. نعم. زي فلان حتى اللي بيقول بيبيعوا إيه بيبيعوا الجواهر أو المجوهرات يعني يعني بيبيعوا مجوهرات من غير أعراض لا ده بيبيعوا الجوهر يعني الأشياء النفيسة الذهب الفضة الأحجار الكريمة هذا هو اللي بيبيع الجواهر. خلاص. وإلا فالجوهر لغة الشيء النفيس والعرض الأمر العارض لغيره وهما عارفان باللغة يعني عاوز يقول لك إيه الأمر في العرض في اللغة مش معناه اللي هو المعنى المصطلح أو الألفاظ المصطلح عليها عند المتكلمين فالعرض ما قام بغيره والجوهر ما قام ايه ما قام به بذاته او ما قام بنفسه لكن المعنى اللغوي الامر العارض لغيره
زي في قول تعالى فلما رأوه عارضا نعم مستقبل أوديتهم أو كما في قوله تعالى تريدون عرض الدنيا أو ده المعنى اللغوي هذا غير المعنى الاصطلاحي وهما عارفان باللغة لما مين سيدنا أبو بكر وسيدنا هما الصحابة مثنى أبو بكر وعمر ومعهم مين الصحابة لأن الكلام كان في خصوص أبي بكر وعمر وبعدين قالوا وسائل الصحابة قوله فأنا أعجب أي فأقول فيه أنا أعجب وقوله على التقليد أي على صحته يعني فأعجب أن يذكر مثل هذا دليلا على التقليد مثل هذا دليلا على التقليد إذن هنا كلمة على التقليد يعني على أنه يعني على التقليد يعني على صحة التقليد أو على أرجحيته على إيه على إيه أرجحيته على إيمان الإيه على النظر أو إيمان العارف نعم قوله على التقليد أي على أرجحيته قوله من فاعل يذكر يعني من له أدنى من ده فاعل يعني أن يذكر من هو ده الفاعل نعم. وده اسم إيه موصول يعني سواء كان يستوي فيه المفرد والإيه والجمع والمذكر والمؤنث في قوله تعالى ومن يقنت ومن يقنت من كنا ينفع للمذكر وينفع إيه من يعمل صالحا من ذكر او ايه او انثى يبقى ده يعني ماشي في التذكير وايه بخلاف اسم الموصول اللي هو الذي لازم ايه في المؤنث ما نقولش الذي يبقى ده خاص انما ده عام ما ومن ده موصولات عامه ما ومن ده الموصولات العامه تشمل كله قوله تمييز اي عقل يعني من له ادنى تمييز يعني اقل عقل اقل فهم نعم يبقى معنى كده انه الناس اللي بيستدلوا بالادله دي او اللي بيقولوها حتى ولو كانوا اساتذه في الجامعات ما عندهمش ادنى تمييز ما عندهمش فهم قوله فما تغترش يعني بالمنصب ولا بالاستاذيه ولا كله كلام فاضي العلم ايه يقول لك الميه تكدر وتغطر اديك مش فاهم ايه هيفيدني الشهاده ولا مش عارف ولا ايه ولا حصلت عليها من السربون ولا من الغربون حد يفرق ايه المهم انت في علم ولا مفيش علم يلا قوله فأي مدخل استفهام إنكاري أتى به سندا لقوله فأنا أعجب أن يذكر مثل هذا دليلا على التقليد والدوام مش استفهام على حقيقته استفهام مراد به الإنكار قوله في شيء من أدلة العقائد أي لا في موضوع ولا محمول وهذا ظاهر إن أريد بالدليل الدليل الموصل للمطلوب يعني إيه فأي مدخل للألفاظ المصطلح عليها في شيء من أدلة العقائد مش في الموضوع ولا إيه والمحمول وهذا ظاهر إن أريد بالدليل الدليل الموصل للمطلوب لأن الدليل إما أن يراد به إيه معنى كلمة الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب قدري يبقى إن أريد هذا المعنى يبقى ده إيه ظاهر أما إن أريد بالدليل اللي هو المركب من صغرى وكبرى هنا ده جاء إيه جاء كلمة أي لا في موضوع ولا إيه ولا محمول لأنه في صغرى في كبرى طالما في صغرى في كبرى في موضوع للصغرى في محمول لها وفي موضوع الكبرى في محمول لها فإن أريد به الدليل المركب من صغرى وكبرى فالألفاظ المصطلح عليها لها مدخل في إيه في أدلة العقائد المصطلح عليها المركبة اللي يقول لك ده قياس استثنائي ده قياس كذا يبقى لها مدخل لأنه بيستدل بها زي العالم إيه متغير وكله إيه متغير يبقى هنا في مدخلين الألفاظ المصطلح عليها ولا ما فيش نعم نعم
يبقى الدليل اللي اريد به الموصل للمطلوب، الموصل للمطلوب يبقى ما فيش اطالة، ما وصلنا للمطلوب خلاص يبقى ما فيش مدخلية. اما ان اريد به اللي هو المركب من مقدمتين يبقى فيه محمول يبقى له ايه مدخل، ولذلك جاء في المنطق مبحث اسمه ايه دلالة الالفاظ. نعم يبقى فيه مدخلية ولا ما فيش؟ لانه ما فيش معنى كده من يعني اللفظ، يعني المعنى كيف نستدل بواسطة الايه الالفاظ. قوله في شيء من أدلة العقائد اي لا في موضوع ولا محمول، وهذا ظاهر ان اريد بالدليل. يعني ينفع لا في موضوع ولا في محمول ان اريد به الايه الذي يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب. اما ان اريد الدليل فلا، اذن الالفاظ دي والمصطلحات لها مدخل بدليل ثلاث ارباع الحواشي ايه كلها ايه قياسات واستثناءات وكبرى وصغرى ونقيض العكس النقيض الموافق والمخالف كل ذا له مدخل لانه بيستدل به. نعم. اما ان اريد به الدليل المركب من صغرى وكبرى فالالفاظ المصطلح عليها لها مدخل في ادله العقائد المصطلح عليها المركبه من صغرى وكبرى. هي لها مدخل ليه؟ لأن القياس ها إن القياس من قضايا صدورة مستلزما بالذات قولا آخر يبقى لها مدخل. ده أصلا هي القياس مركب منها. نعم. مش هنعرف نوصل للدليل إلا بها. فكيف نقول لا مدخل لها؟ طيب خلاص أنت حر. لكن الصحابة كانوا مستغنين عن تلك الأدلة بمعرفة العقائد بالأدلة الإجمالية. يعني الصحابة مش عاوزين المصطلحات ليه؟ لأنه مستغنين بمعرفة العقائد بالأدلة الإجمالية. إنما لو كانوا يحتاجون إلى التفصيل ما استغنوا عن إيه؟ عن هذه المصطلحات. قوله حتى يلزم. نعم. ما هو اصلا اي بس هو بيتكلم التفصيل جاء فين؟ جاء في هذه. يعني هم مستغنوا عن نظمها في شكل قضايا واقيسه واستخدام من يعني لا يعني مستغنى به التفصيل اللي هو زي ما قال الشيخ ناجي اللي هو عباره عن قضايا ومصطلحات ونظم وقياس ده مستغنين عنه. انما التفصيل الثاني ما هو قلنا بالدليل توصل بصحيح النظر فيه، إذا كان في جزئية تفصيلية ممكن يتوصل فيها فالمراد به المعنى اللي هو إيه التركيب ده هو المتركب من هذه. نعم. هو ده يتوصل به إلى مجهول يا شيخ محمد، هو ده النصب ده يتوصل به مجهول. هم كانوا الشيخ محمد بيقول لك إيه ما يكونش فيه تفصيل بس بغير هذه المصطلحات، مش أنت اللي عاوز تقوله كده؟ ما فيش مانع. إنما هو عندما قال الأدلة الإجمالية يعني فيما فيه إيه هذه الألفاظ المصطلح عليها، عندما قال استغنوا عنها بالأدلة الإجمالية فين؟ فيما فيه هذه المصطلحات. قوله حتى يلزم مفرع على المنفي فهو منفي مفرع على المنفي فهو حتى يلزم من الجهل بشيء منها الجهل بشيء من الأدلة. يعني لا يلزم من الجهل منها الجهل بشيء مفرع على منفي. هذا منفي وده منفي. قوله وما أشبه يعني ما رتب مرتب على منفي، فما رتب على منفي فهو إيه منفي. قوله وما أشبه هذا ما تعجبية وفي الكلام حذف مضاف، أي ما أشبه قول هذا بقول إلى آخره. أشبه قول ولا قوله؟ يعني ما هي تعجبية بقى لا قول. تعجبية. ها؟ يعني ما تعجبية بقى قول. مفعول لا أشبه. تعجب. نعم. ما تعجبية مفعول أشبه. أي ما أشبه. هو مش نفي هنا، ده تعجب. هو صرح حول الما تعجبية. حتى يلزمه. وهو يقول فأي مدخل في شيء من العقائد حتى يلزم، يعني كأنه أي مدخل بينفي، ما فيش مدخل. لا مدخل. لا مدخل. تمام. وبالتالي لا جهل. فلا جهل. وبالتالي فلا جهل. نعم. إنما دي ما تعجبية. يعني أنت ما فيش أداة النفي. وهو يقول فأي مدخل يعني كأنه يقول لا مدخل. نعم. زي كده مثلا يعني كأنه ينفي المدخلية. هو نص يا مولانا لأن الاستفهام إنكار.
والفايو مثلا استفهام زي بكير. مثلا فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني معناها لا حديث نفي يلزم منه الإنكار، يلزم منه النفي. ماشي، أي حاجة تحب ننبه عليها نبهني أنا وأنا أنبههم. قوله وما أشبه هذا، ما تعجبية وفي الكلام حذف مضاف، أي ما أشبه قول هذا بقول بعضهم إلى آخره، أي في ال أي في ال في الإيه في القبح. أيوة كده صح، أي في القبح، لأن هذا يقتضي أن الصحابة يقع منهم اللحم، ونسبة ذلك إليهم قبيحة. بتاعنا هو بقول من يقول الصحابة كانت تجربة، هذا يقتضي أن يقع منهم اللحن عن الخطأ في اللغة، ونسبة ذلك إليهم قبيحة. نعم. والسابق يقتضي أنهم لا معرفة لهم بأدلة العقائد، يعني الأول يقتضي أنهم يعرفوش حاجة في أدلة العقائد، وأن المتكلمين أعلم منهم، والثاني التشبيه ده يقتضي انه لا معرفة له، انه عندهم لحن وعندهم اخطاء في اللغة العربية لانهم يجهلون هذه المصطلح. ونسبة ذلك اليهم قبيحة ايضا. قوله المقصود من علم العربية هو حفظ اللسان من اللحن. نسبة ذلك عن اللحن في العربية نسبته اليهم قبيحة. نسبة قبيحة، لكن ايه اللي اقبح؟ انهم ما يعرفوش حاجة في العقائد. اللغة العربية أو الخطأ فيها ده مش هيترتب عليه ثواب وعقاب وصحة إيمان وتجسيم وتشبيه ودخول جنة ودخول، يعني ده حاجة يعني عيب صح، وحاجة يعني مش لا تطاق. الواحد لما يسمع خطأ في الـ في الـ في الخطبة أو في الجمعة يرفع الضغط، يعني لما يرجع حاجة، وخاصة لما يكون خطأ إيه شنيع كده مش مقبول كده، يجر فاعل مثلا ينصب مبتدا حاجه كده ايه تجيب لك، بس انت تجيب لك الضغط اذا كنت تفهم ما تفهمش خلاص. قوله ولم يعرفوا جمله حاليه، قوله الفاعل اي الاصطلاحي، وهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. اهو ده بالكده، لكن عارفين انه الفاعل ضرب زيد، عارفين انه زيد فاعل، بس بكده بالتعريف ده الاسم المرفوع المذكور مش عارف ده الايه اللي ما سمعوش بيه ده. قوله المقصود من فن البلاغه هو الاحتراز من التعقيد اللفظي والمعنوي. قوله فيها يعني ما كانش في عباراتهم تعقيد لا لفظي ولا معنوي، يبقى كده كانوا عندهم بلاغة ولا ما عندهم شيء. نعم. وده المقصود من فن البلاغة. ده انت ممكن تحفظ كتب عبد القاهر الجرجاني، تحفظ السكاك، وتحفظ كل كتب البلاغة والجوهر المكنون، وكل ايه عباراتك فيها تعقيد لفظي وتعقيد ايه معنوي، وممكن ما تكونش تسمع بهذه الكتب ولم تقرأها في حياتك، وعباراتك سلسة وفصيحة، والبلاغة مراعاة إيه مقتضى الحال، البلاغة الفصاحة، كل ده موجود كان عندهم. قوله فيها أي البلاغة أي فنها مثل مسند ومسند إليه وقصر وفصل ووصل. قوله أحدثها أي تلك الألفاظ. قوله وهل هذه الأقوال أي الثلاثة، وهي القول بأنهم كانوا يجهلون حقيقة الجوهر والعرب، وكانوا يجهلون المقصود من فن العربية ومن فن البلاغة، والاستفهام إنكاري. في الاستفهام وهل هذه الأقوال تصدر من عاقل. قوله وإنما يصح له أي المخالف. قوله الاستدلال أي على صحة التقليد وأرجحيته. قوله لو ثبت أن الصحابة رضوان الله ماتوا ولم يعرفوا الله إلا بمجرد التقليد، أي لكنه لم يثبت بل الثابت خلاف ذلك. قوله ولم يعرف الثابت خلاف ذلك أنهم كانوا على معرفة وعلى بصيرة، بدليل قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يبقى أفضل حاجة كده علمونا كده مشاهد في الوقت، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ده طريقي. تبدأ تقول كده على بصيرة،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، ده خبر لمبتدأ، خبر مقدم مبتدأ، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة. نعم. يبقى إذا من ليس على بصيرة فليس ممن اتبعني، يبقى كل الصحابة كانوا على إيه؟ على بصيرة وعلى علم، بل وأهل كشف كمان إن شاء الله. ما لأهل كشف هيحصل لنحن وما يحصلش لهم هم؟ إن في من قبلكم إيه؟ أه؟ وإن يكن من أمتي أحد منهم، فعمر يعني ممن إيه؟ وهو ملهم ينطق الحق يعني الصواب والصدق على إيه؟ على لسانه. قوله ولم يعرفوا، الواو للحال، والمراد بالمعرفة الاعتقاد. قوله إلا بمجرد التقليد، أي التقليد المجرد عن المعرفة، ووصف التقليد بما ذكر كاشف. قال لأن يعني كيف يقول التقليد المجرد عن المعرفة، هو في تقليد غير مجرد عن المعرفة، فلأجل هذا قال لك وصف التقليد بأنه تقليد مجرد عن المعرفة ده كاشف، لأن التقليد مجرد عن المعرفة لا يكون إلا كذلك. مش معنى كده إنه في تقليد مع المعرفة، لا، لأنه ده ما يجتمعوش، ضدان لا يجتمعان، إما مقلد إما عارف. وذلك سماه إيه؟ وصف إيه؟ وصف كاشف، يعني ليس إيه؟ لا يؤسس جديد، لا يؤسس. قوله عن النظر أي المفيد للمعرفة، وقوله في آي جمع آية. قوله كثرة أي من جهة كثرتها. قوله وجه دلالتها هو الإمكان أو الحدوث أو هما معا، يعني أن أدلة العقائد التي لا تحصى كثرة في القرآن كانت تمر عليهم ولا يفهمون وجه دلالتها، يعني وجه دلالتها الآيات اللي هي في الكون، الصنائع، عجائب القدرة، وفي أنفسكم إيه أفلا تبصرون، كما قال الشيخ اللقاني فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قامة. يبقى إذن وجه الدلالة هو إيه؟ هو الحدوث، يعني أنها كانت عدما ثم إيه؟ وجدت، فكونها وجدت بعد عدم يعني لها إيه؟ لها موجد. إما وجه الدلالة، إما الإمكان أو الحدوث أو هما معا، يعني مثلا وجه دلالة هذه المصنوعات أو هذا العالم كله على وجود الصانع المهيمن المقتدر سبحانه وتعالى، ما هو؟ يا إما الإمكان يا إما الحدوث يا إما هما معا، يعني الإمكان والحدوث أو الإمكان بشرط الحدوث. يعني مثلا تأملت في كتاب الله تعالى فوجدت فيه إشارة في الحدوث ظاهر، مثلا في قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق، بدأ يعني معناه الخلق له إيه؟ بداية، قبل هذه البداية كان الخلق عدما، مش كده؟ هذا دليل الحدوث، لأنه يبدو أنه معنى كلمة الخلق الوجود بعد عدم، نفس معنى كلمة الحدوث. طب والإشارة إلى الإمكان في قوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، لأن العالم في نفسه مفتقر ومحتاج إلى إيه؟ إلى الصانع، لأنه ممكن، لو كان واجب لما احتاج إلى الإيه؟ إلى موجد، ولما احتاج إلى صانع، ولو كان مستحيلا لا يقبل الوجود أبدا، فلم يبقى إلا أنه إيه؟ ممكن. فالإشارة للحدوث موجودة في القرآن، والإشارة كذلك للإمكان. قوله وصحة هذا علة لمحذوف والتقدير لو ثبت، لكنه لم يثبت، لأن صحة هذا أي ما سبق من أنهم لم يعرفوا الله إلا بمجرد التقليد. قوله وما أحوج من تعرض بمثل هذه النقيصة،
ما تعجبية، أي ما أحق هذا القائل لهذا الكلام، وهو أن الصحابة ماتوا المعرض بالنقيصة من ماتوا ولم يعرفوا ليه الجوهر والعرض. يبقى إذا القائل لهذا الكلام، كلمة المعرض يعني الكلام، يعني هذا الكلام فيه تعريض، فهمتوا؟ يعني هذا الكلام كأنك تعرض بهم، المعرض بالنقيصة، يعني كأنك تنتقصهم من أنهم كانوا مقلدين من أنهم للأدب العظيم، يستحق الأدب. قوله وما أحق هذا القائل هذا للأدب، يعني يتأدب أدب عظيم، مش أدب عظيم يعني مثلا نمجله عندما نؤدبه ونقول له يعني جنابك أو سيادتك، لا، ده أدب عظيم زي كلمة عذاب عظيم. يعني التعظيم هنا من باب التنكيل، يعني عذاب إيه؟ عظيم، يعني من شدة خطورته أو فظاعته. قوله علي مناصبهم، أي مناصبهم العلية، علي مناصبهم أي مناصبهم العلية. قوله التي لا تلحق بالبناء للمجهول، أي التي لا يصل إليها أحد غيرهم حتى إنها توصف بالنقائص، يعني المناصب دي بتاعتهم عالية جدا، ما فيش حد يأتي من بعدهم كائنا من كان يصل إلى علو إلى علي هذه المناصب، يعني إلى هذه المناصب العالية. وهذا قالوا ابن حجر رضي الله تعالى عنه في إيه؟ في الإصابة، في إيه؟ تمييز الصحابة، يقول أن الصحابة دول أخذوا درجة عظيمة بسبب صحبتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أنواره، فغيرت يعني ما فيهم من لحم ودم، يعني ملأت أبدانهم وأجسادهم أنوار مشاهدة مين؟ أنوار سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. فأصبح يعني لهذا السبب لا يصل إلى درجتهم من جاء من بعدهم كائنا من كان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأعلى درجة في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم متفاوتون فيما بينهم في الفضل، فما فيش حد يدعي يعني أنه له إيه منزلة كمنزلتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله لعظيم الأدب متعلق يعني بأحوال، ممكن يكون اللي بعدهم ليه مزايا أو ليه خصائص، لكن لا يكون أفضل، المزية لا تقتضي الأفضلية، دي ربنا سبحانه وتعالى اختارني، إن الله اختارني واختار لي أصحابي، ولو كان هناك يعني أمور حدثت منهم فهم قد غفرها الله تعالى، ستكون لأصحابي ذلة يغفر الله لهم بسابقتهم معي. فلو أن أحدكم، والحديث موجود صحيح، أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا ولا نصيب، وإن مكث أحدهم في مصنف ابن أبي شيبة معي ساعة خير من عمر أحدكم كله. ما تسمعش كلام تاني في الصحابة، اوعى هيدخل في قلبك الزيغ وحتبقى داخل في الرفض وحتبقى داخل في مصايب كبيرة انت بعيد عنها، خليك قلبك سليم وخليك يعني مع الجمهور الأمة ومع السواد الأعظم، لا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل، اوعى احذر من هذا الباب، خليك بعيد انت مالك، هتقعد تنبش في الأمور القديمة وأصل فلان قال وفلان عاد، خليك بعيد عن القصة دي. والذين جاءوا من بعدهم، من بعد الصحابة ومن بعد التابعين ومن بعد تابع تابع التابعين، فجيت في الآخر جيت يعني في إيه وبقيت في كنف كجلد ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، جاي أنت في الآخر جاي في جو كله زبالة وكله لغط وكله نفاق وكله ضلال، وجاي تتكلم في الأكابر، هذا احترم نفسك. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا. هتاخديه لما تكره في انت ما تعرفوش ولا شفتوش حتى في المنام تحقد ليه عليه عشان كلام في الكتب وفي التاريخ. وخد بالك اوعى تفتكر ده حب لآل البيت. آل البيت هتبرع منك ومن افعالك. بلاش الايه الكلام ده. الله يرحم الشيخ عمر كان عمل كتاب اسمه الأدلة الايه الباهرة او حاجة زي كده على نفي البغضاء بين الصحابة والعترة الطاهرة. كانوا في صفاء ونقاء عظيم. ما كانش بينهم اللي بيقال ده امسك ثلاثة اذا ذكروا فامسكوا. اذا ذكر النجوم اذا ذكر اصحابي اذا ذكر الايه القضاء. يعني لم لسانك انا كنت حر. جرب كما جرب قوم اخرون. خلي عندك غيره ومحبه وتعظيم لهم. احسن الظن بهم جميعا لا تنتقص منهم احدا. يلا. قوله ولقد نقطع أن أكابر علماء زماننا لم يحصل لهم من العلم بالدين وسننه ما حصل لأدنى أمة من إماء الصحابة ولا صبي مميز من صبيان. كان صعب يقول الشيخ السمش. شوف بيقول هنا إيه. لا حول ولا قوة. نعم. أما ليه؟ شوف بيقول هنا إيه؟ فين شيخنا؟ ولقد نقطع في الشرح لما نقول ولقد نقطع أن أكابر علمائنا في السطر الثاني لم يحصل لهم من العلم بالدين وسننه ما حصل لأدنى أمة من جماعة الصحابة. 66 بس في السطر الثاني فوق الشرح. ماشي يلا وصلنا. ولقد نقطع أن أكابر علماء زماننا لم يحصل لهم من العلم بالدين وسننه ما حصل لأدنى أمة من إيماء الصحابة رضي الله عنهم ولا صبي مميز من صبيانهم. وكذا التابعون وتابعهم بإحسان. أنا ببص في الحاشية أصلاً. ما أنت بتقرأ فوق مش كده؟ ما قرناش إلا فين إحنا فوق. يبقى إحنا بعد وما أحوج من تعرض بمثل هذه النقيصة في علي مناصبهم التي لا تلحق لعظيم الأدب. يعني يقول كده عاوز يتأدب. وفعلاً والله كثير من الناس في زماننا هذا ليسوا محتاجين إلى العلم بقدر احتياجهم إلى الأدب. أدب ده حاجة من يعني نعمة مهمة لو رزقتها. ولقد نقطع أن أكابر علماء الزمان بالكلام ده في أيام الشيخ السنوسي في القرن الكامل. القرن العاشر احنا لو في القرن المهبي الكامل اللي احنا فيه ده. 15 يعني 5 قرون عدت. يعني يقولوا لقد نقطع أن أكابر علماء زماننا لم يحصل لهم من العلم بالدين وسننه ما حصل لأدنى أمة من إماء الصحابة رضي الله عنهم ولا صبي مميز من صبيانهم. شوف والتعظيم أيضا استمر لمين؟ التابعين لأنهم حظوا ببركة رؤية الصحابة. شوف كده كان بعضهم يقول يعني لما لم يدرك زمن الصحابة يقول لهم إيه هل فيكم أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يروح يسكت طبعا خلاص ما فيش صحابة موجودين. فرح يقول إيه هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول هاتوه كده اللي شاف وقبل إيده يعني أتبرك به يدعو لي. لم يحصل لهم من العلم بالدين وسننه ما حصل لأدنى أمة من إماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا صبي مميز من صبيانهم وكذا التابعون وتابعهم بإحسان. هي وتابعوهم مش كده التابعون وتابعوهم ماشي تمشي الإفراد يعني لأنه هنا الجنس يعني استوى على الحقيقة ولا لأنه علماء إيه ده؟ هو أكابر علماء عصر ما كانش يعرفوا. ما أنا لسه بقول لك يعني الحكم ده صعب شوية يعني. ويمكن يعني يقصد شوية كده ربنا ابتلاه بيهم فيقصد جماعة معينين يعني. لا
هم كانوا مناوئين او يعني كذا، انما يعني لا حرج على فضل الله ممكن يكون فيه، ما توصلش الحكايه لحد الايمان كده، يبقى احنا كده ندفن انفسنا احياء اذا كان في القرن العاشر، وهنا يبقى ايضا اذا كانوا اللي كانوا من خمس قرون ما محصلينش ايه فقه امه او صبي، ومن الان يبقى مش محصل حاجه خالص مفيش. ولقد ادرك علي رضي الله تعالى عنه زمان المبتدع وافحمهم بما لم يقدروا ان يجيبوا معه جوابا، وحكي عنه رضي الله عنه انه قال لو اذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضع على الفاتحه وقر 70 بعيرا لفعلت. وقال صلى الله عليه وسلم انا مدينه العلم وعلي بابها. وقد نقل عنه رضي الله عنه في كل علم العجب العجاب حتى افتتنت به طوائف من المبتدعة. الله شكرا. قال المحشي رحمه الله، انت خليك مسؤول عن الحاشية وانا اقرأ لك الشيء. قوله ولقد نقطع علة لقوله وصحة هذا، او علة لقوله ما احوج من تعرض بمثل هذا. قوله بالدين هو الأحكام الشرعية اعتقادية وفرعية، يعني يقصد يحصل لهم من العلم بالدين يعني بالأحكام الشرعية اعتقادية أو فرعية. يبقى إذن الأحكام العقدية من الشريعة، والتقسيم ده حادث اللي هو المصطلح اللي هو إن الشريعة بس في الفرعيات وفي الفقه مش كده، والأصول الدين في العقيدة، لا ده كانت الشريعة هي العقيدة وهي الأصول وهي الفروع، لأن الشريعة بمعنى الدين، شرع لكم من الدين، يبقى الدين نفسه شريعة، كيف نعملهم كل الشريعة وكل فده هي برضو من الايه من المحدثات، بس ليست المحدثات اللي هي يعني بدعة، إنما المحدثات اللي هي المصطلحات الحديثة. نعم. قوله وسننه أي الدين من إضافة البعض للكل، والمراد بالسنن الأحكام المتلقاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعطفها من عطف الخاص. يعني السنن للمتلقاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كده عطف خاص على عام، لأنه الدين ما كان عن الله وما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال وسنن يبقى خصص بعد إيه؟ بعد أن عم. قوله لأدنى أمة أي فكيف بالصحابة، وفيه أن علماء زمانه كانوا فضلاء راسخين في العلم. بس بقول لأدنى أمة من إماء الصحابة مش كده؟ طب والأمة دي صحابية ولا مش صحابية؟ ما هي ممكن تكون أمة صحابي وهي مش صحابية، عشان كده بيقول لك إيه؟ فكيف بالصحابة؟ لأن هي لو كانت من الصحابة مش هيقول فكيف، يعني إماء الصحابة مش شرط إنهم يكونوا صحابة. خلاص؟ لا. قوله لأدنى أمة أي فكيف بالصحابة، وفيه أن علماء زمانه كانوا فضلاء راسخين في العلم، فكيف يقال فيهم إنهم لم يحصلوا ما حصله أدنى أمة؟ أهو ده الاعتراض بتاع الرجال. يقول لك ده يا أخي كان عايش مع جهابذة كانوا فضلاء راسخين، ولو حبينا نعدد مش هنخلص، فكيف يقال فيهم إنهم لم يحصلوا ما حصله أدنى أمة؟ يعني عاوز أقول لك الكلام ده زي ما أنت قلت يا شيخ، اسمك إيه؟ محمد. يعني ده فيه مبالغة، يبدو كان الشيخ في حالة غضب. يعني كان يبدو كان قدام واحد كده مكفول شوي. يعني كان كده وانت كنت معاه هيختلفوا بعد كده في ماشي. قول قوله بإحسان أي بالعمل الكامل. قوله ولقد أدرك شروع في ذكر مآثر الصحابة، وقدم الإمام علي رضي الله عنه لكونه أدرك زمن المبتدعة بخلافهم، فله مزيد اختصاص بالمقام. يعني ليه قدم سيدنا علي؟ بيقول لك ايه ولقد ادرك علي، وهو رجل شيعي مثلا، لا
ده هو عشان المبتدع دول ظهروا في مين؟ في زمن سيدنا علي، يعني فكان لهم معهم صولات، وكان ردود وناظرهم، وحصل يعني له مزيد اختصاص بالمقام. ولو راعى التفاوت في الفضل لا ذكر أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. هو لم يراعي ذلك، لأنه بيتكلم في الفضل الصحابة فيقدم سيدنا علي. لا مش كده، ده هو خصم لأنه أدرك إيه بخلافهم، يعني في أيام سيدنا كان لسه كان في حاجات زي الرجل اللي ضربوا بالجريد على رأسه لما تكلم في القدر، فقال ذهب ما بها يا أمير المؤمنين، كان في أيام سيدنا عمر. لكن البدعة تكونت وظهرت والخوارج والأشياء دي في أيام مين؟ في أيام سيدنا عمر. مين؟ مش عاوزين منع الزكاة، نقول لك البدع اللي هي في التوحيد وفي العقائد، ومنع الزكاة ده مرتدين دول. قوله علي الأولى نصبه على المفعولية ورفع زمن على الفاعلية، لأنه إذا دار الأمر بين الإسناد للذات وللمعنى فالأولى الإسناد للمعنى. يعني إيه يقول إيه؟ اللي هو بيقول ولقد أدرك علي رضي الله عنه الزمن المبتدع. الزمن المبتدع اللي هو أدرك عليا زمن المبتدع. هو بيقول لك هنا جميل، بيقول لك إذا دار الأمر بين الإسناد للذات وللمعنى فالأولى الإسناد للمعنى. الذات المقصود بمين؟ سيدنا علي. والمعنى اللي هو إيه؟ الزمن المبتدع، فالأولى تسند للمعنى. قوله وأفحمهم أي حيث أبطل دعواهم، والمفحم لا يكون مقلدا بل عارفا حق معرفة. وأنت لو مقلد وعاوز تفحم مقلد لا أنت هتعرف تفحم ولا هو هيعرف يفحم، وأنت بتقلد وحتذكر مثلا نقل عن شيخك وحيذكر لك 50 نقل، فهو هيفحمك أو أنت لا هتفحم ولا هو هيفحمك، من الذي يفحم الآخر؟ العارف اللي عنده الدليل. قوله بما أي بأدلة، قوله جوابا أي مشتملا على رد الأدلة، قوله وقر 70 بعيرا، الوقر بكسر الواو الحم. وفي الحاملات إيه؟ وقر بكسر الواو الحم، وهذا كناية عن الكثرة فيصدق بالزائد. وحيث كان يعني وقر 70 ده كناية عن الكثرة، يعني ممكن يكون 80، ممكن يكون 100، بس هو بيتكلم عن ايه؟ عن الكثرة. وحيث كان قادرا على ذلك كان عارفا لا مقلدا، وما قاله الإمام علي رضي الله عنه ليس بمستبعد في حقه، لأن الفاتحة تضمنت المفصل المتضمن للفرقان، المتضمن للتوراة والإنجيل والزبور، المتضمنة للمئة كتاب. لأن الفاتحة تضمنت المفصل المتضمن للفرقان المتضمن للتوراة والإنجيل والزبور المتضمنة للمئة كتاب، يعني الفاتحة فيها معاني القرآن، والقرآن فيه معاني التوراة والإنجيل والزبور، والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن فيها المئة إيه كتاب. والمنزل من الكتب السماوية 104، المنزل من الكتب السماوية 100 كتاب وأربعة، الأربعة اللي احنا عارفينهم قرآن التوراة والإنجيل والزبور، والباقي إيه مش عارفين زي صحف إبراهيم وموسى إلى آخره. قوله أنا مدينة العلم وعلي بابها، أي فمن أراد الوصول إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بسيدنا علي رضي الله عنه يوصله إليه لكونه عنده، حيث كان كذلك فلا يكون مقلدا. وهذا الحديث موضوع لا أصل له على التحقيق، وقيل صحيح وقيل ضعيف وقيل حسن. بس في رسالة مطبوعة في تصحيح الحديث ده بتاع الشيخ عبد الله والشيخ أحمد، الشيخ عبد الله لا الشيخ أحمد بن الصديق اللي هو إيه الشيخ أحمد اسمه إيه فتح الولي، في حديث إيه مدينة العلم علي
موجود هذا الكتاب كان طابعه الثاني ما يصحح هذا الحديث. لذلك هو بيقول هنا ايه في كم قول موضوع لا اصل له على التحقيق، قيل صحيح وقيل ضعيف وقيل حسن، فخليك خير الامور الوسط. قوله العجب يا الحسن ماشي، هو ابو الحسن رضي الله تعالى عنه كده مناسب، حسن حديث حسن عن ابي الحسن، لكن طبعا ده مش مجال نحن الحكم على الايه على الاحاديث. واظن الحافظ ابن الصديق كان من اهل كان من كبار علماء الحديث، بل الف في الجرح والتعديل، فاذا حكم يعني يبقى حكم كده مبني على اساس، مش بيحكم وخلاص كده مش عن هوى. والكتاب موجود ممكن ترجعوا ايه الى الكتاب. قوله العجب أي ما يتعجب منه، قوله العجب المهم بصرف النظر عن صحة الحديث، سيدنا علي رضي الله عنه كان مدينة في القلب، يعني معناه صحيح، معنى الكلام شيخ الأرض الجزء، وكان من أعلم الصحابة، بل كان ممكن أعلم الصحابة على الإطلاق، بدليل أنه المواقف بتاعته سيدنا عمر كان يقول أعوذ بالله من قضية ولا أبا حسن إيه لا، كان في مشكلة، كانت امرأة حملت من الزنا وأراد سيدنا عمر أنه يقيم عليها الحد، فراح سيدنا علي قال له تعالى لسه المرأة حامل دعها أو اتركها حتى تضع. قال له لماذا؟ قال له إذا كان ليك حكم عليها إن هي زنت فليس لك حكم على ما في بطنها، البطن ذنب إيه؟ فيعني كثير من الأمور كان يتدخل فيها مين؟ سيدنا علي، فيكون له فيها القول إيه الفصل. قوله حتى افتتنت، فقال بعضهم إن جبريل أرسله الله إلى سيدنا علي فغلط فنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين خد بالك لما يقولوا سيدنا جبريل غلط، لا مفروض سيدنا جبريل غلط فعلا، مثلا على فرض على افتراض ربنا سبحانه وتعالى ما نبهوش ليه، ربنا كمان نسبة الغلط إليه والله مطلع وناظر وعالم بكل شيء، ومعناها إسناد ذلك إلى مين؟ بتبقى ده كفر شنيع، لأنه لا يلزم من خطأ جبريل والإقرار عليه والاستمرار كده أنه يروح لواحد تاني يبلغ الرسالة، يعني كأنه راح عنوان خطأ والله تعالى لا يعلم بهذا، تبقى مصيبة. الإمام الباقلاني أفحم أبو اليهود في المناظرة لما راح لهم قال لهم أنتوا إيه لماذا لا تؤمنون بإيه بمحمد صلى الله عليه وسلم، فعلماء اليهود قالوا له طب احنا لو نعلم انه رسول الله لآمنا به، ونحن انت زعلان ليه؟ احنا ما عندناش علم يقيني يؤكد انه رسول. قال لهم تعالوا كم سنه هو يدعو الى الرساله، شوفوا المناظرات العلميه الدقيقه، قال له 23 سنه. قال هل كان الله تعالى يؤيده وينصره ويكثر أتباعه وخل الناس تؤمن به ويفتح الأبواب ويهدي الناس على دينه وينتشر، ولا ما كانش، لا سيبك من الاستجابة، ممكن يقول ده مش دعاء، ممكن يقوله ساحر. فقال له يعني لما كان في 23 سنة دول بينشر الدين وكان يتمكن والناس تهتدي وما وبقي الدين إلى الآن، ده حصل ولا ما حصلش؟ لو قال ما حصلش هينكروا الواقع. فراح قال لهم ايه طب هل كان الله يعلم ولا لا؟ فلو قالوا لا يعلم انه يبقى معناه حينسب ربنا الى الجهل، ويكفي هذا في ايه في فضيحتهم. طب وان كان يعلم فكيف يعلم انه كذاب ويهدي الناس ويوفق الناس عليه وكذا؟ اول ما قال لهم كده راح قالوا لا يمكن ان ينصره ويهدي الناس على الا اذا كان يعلم انه صادق. قد هذا اعتراف منكم بصحة الرسالة؟ قالوا نعم، ولكن ليس إلينا إلى العرب. فاستطاع أن يأخذ منهم إقرار بصحة الرسالة، ما قزمه يعني زنقهم زنق مرة، يا إما أن ينسبوا الله إلى العلم يا إما ينسبوه إلى الإيه الجهل. طيب إذا كان عالم يبقى معناه هذا نبي صحيح، كيف يسيبه ما يفضحش أمره زي ما فضح
امور الكذابين زي مسيلمه وزي غيره. قالوا لا، اذا كان حصل كده وهو يعلم، طبعا ولا شك انه يعلم، يبقى معنى كده لا يمكن ان يفعل هذا معه الا اذا كان رسولا حقا. قال خلاص احنا مش عاوزين اكتر فيها. قالوا بس خد بالك، احنا لا، رسول لكم انتم ما فيش مشاكل، لكن لينا احنا لا. خلاص كده اهداء ايه؟ ها كمل يا شيخ ناجي. نعم. قال وقال بعضهم كل من سيدنا محمد وسيدنا علي نبي مرسل، إلا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نطق بأنه رسول وسيدنا علي سكت. سبب كده أنه اليهود مرضوش يؤمنوا بالرسالة. ليه؟ نفس الخطأ اللي وقعوا فيه إيه؟ البعد ده. قالوا أصله جبريل ده عدونا. سمعنا تعادوا جبريل ليه بينه وبينكم؟ قالوا في حاجة بينه وبينه وبينه، ربنا أمر بالرسالة تمام أنه فجعل النبوة في غيره، زي حكاية سيدنا علي بالضبط كده اللي قالوها الشيعة دول الغلاة، خذوها من مين؟ خذوها من اليهود. أنه قال سيدنا جبريل جعل النبوة في غير بني إسرائيل. سيدنا جبريل ده لا يمكن يتحرك ولا يبلغ شيء إلا بإذن الله، وما نتنزل إلا إيه. ورد الله عليهم ردا مبحما، من كان قل من كان عدوا لجبريل ده مش بيسرق، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو إيه. فهذا القول مهما قال به كافر على طول، اللي يقول له الرسالة راحت لسيدنا علي، هي لمين؟ لسيدنا علي، بس راحت لسيدنا محمد خطأ، ده كافر على طول. لا، تتردد في الحكم بالكفر وكفر آبائه إن رضوا بإيه بذلك. قوله وادعى بعضهم ما ادعته النصارى في سيدنا عيسى عليه السلام. قال بعضهم كلهم من محمد وعلي النبي مرسل، إلا أن محمد نطق بأنه رسول وعلي سكت، وكل هذا كفر. كل ده كفر، وده مش أحسن من اللي قبله، ده كفر وده كفر. قوله وادعى فقال إنه إله كما قالت النصارى إن عيسى إله. ما هو سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي، قال له كده، قال له في الحديث كده صحيح، قال له يا علي أنت أشبه الناس بعيسى بن مريم، تهلك فيك طائفتان، اللي يحبك قوي زيادة عن اللازم واللي يبغضك، ده رايح في داهية وده رايح في داهية، يبقى الوهابية رايحين في داهية والشيعة رايحين في 60 داهية. لأن الوهابية ولا نواصب كده ملان، والشيعة روافض. فمين اللي حينجو بحب سيدنا علي؟ اللي هم مين؟ الجمهور أهل السنة والجماعة. يعني النواصب دولة بيبغضوا سيدنا علي، والروافض يكرهوا سيدنا علي. فالاثنين زي ما هلك في سيدنا عيسى ملتين، اليهود والنصارى. اليهود شنعوا قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما، والنصارى غالوا في المحبة، قالوا إله وابن إله، فراحوا الاثنين في داهية. وكذلك إن شاء الله الطائفتين الآن رايحين ضد الداهية بإذن الله. قال الشارح رحمه الله ومن عجيب أمره رضي الله عنه أن معضلات المسائل التي لا يتوصل إلى جوابها إلا بالأنذار الدقيقة في السنين المتطاولة. إذا أنت خليك في الحاشة قلنا. قال الشارح رحمه الله تعالى ومن عجيب أمره، بيتكلم على فقه وعلم سيدنا علي وذكاء سيدنا علي، وما شفناش حد في الصحابة كده صراحة، ولا حتى سيدنا الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية، كون سيدنا علي أعلمهم مش معناه أفضلهم. وحبنا لي ما يخليناش كمان نقدمه على الـ على الـ على الثلاثة قبله، خلينا مع الجمهور. ومن عجيب أمره رضي الله عنه أن معضلات المسائل التي لا يتوصل إلى جوابها إلا بالأنظار الدقيقة في السنين المتطاولة إذا سئل عنها
إذا سئل هو عنها أجاب عنها بديهة من غير تأمل ولا تعظيم لشأنها، كأنها عنده سؤال عن الأمور الضرورية، زي كان واحد بيقول له واحد زائد واحد يقول لك باثنين أو زي كده، المسائل العويصة الصعبة يجاوب عنها زي ما واحد فينا بيجاوب عن الأمور الإيه الضرورية. ده الإيه ده العصر ولا شيء؟ لا خلاص مدام اتأذن في العشاء خلينا نقف عند ومن عجيب أمر. ومن عجيب أمر. ومن عجيب أمر. بس كده إن شاء الله يعني هنستمر هنا وما فيش داعي نكمل اللي بعد العشاء، نقف عند العشاء. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت.